السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون عجبكم الفيديو اللي درت قبل، وشكرا على المتابعه. واليوم جبت لكم البنات واحد التحليه كتجيب التفاح البنات، وهي رائعه. ودابا مع الحال البارد يمكن ما ديروهاش كاع في الثلاجه، كتبقى زوينه. يعني جوج تفاحات كنقشروهم البنات، عندنا هنا واحد فلون ديال، عندنا السكر، عندنا البنات لاكريم باتيسري، الا ما كاينش البنات كنعوضوه بالنشا، وعندنا بنات الحليب. هنا درت انا غير جوج تفاحات، غنكتفي من سيطره الحليب البنات. نديرو نطحنوه هاد التفاح البنات مع السيطره ديال الحليب كيف كتشوفوا، من سيطره الحليب هنا، وكنديروا السكر. والسكر البنات على حسب الذوق، السكر الا ما بغيتوش تطحنوه دابا حتى من بعد، وكتزيدوه مع لاكريم باتيسري البنات. غنطحن هذا الخليط. هانتوما البنات، من بعد ما طحنت هذا الخليط ديال التفاح والحليب، كنديروا في شي كاسرونه البنات بحال الطريقه، وكنزيدوا السكر على حسب الذوق ديالكم. الا كتبغيو السكر، انا غنكتفي بواحد جوج معالق هكا ونص. وهذه البنات ديال لاكريم باتيسري كندير البنات ثلاثه ديال المعالق، كيديك ريحه حتى هو الفاني. صافي البنات على هذا الشكل هذا، وكنزيدوا البنات مشصين ديال فلون، فلون بنكهه الفاني، كيجي رائع البنات هذه الطريقه ديال هذه التحليه. صافي البنات بهذه الطريقه، غنحركوه قبل ما نحطوه على النار، نديرو النار هاد اشوية البنات باش كيعقد لينا. صافي البنات دابا هانتوما معنا تشوفو كيبجا. صافي البنات كنحطو على نار هادي البنات، وكنبقاو نحركوه دغيا كيوجد لينا البنات. صافي كيوجد لينا على هاد الطريقة، ونشوفو غنقدمو ليكم ان شاء الله نتوما غتشوفو. هاي البنات تحلية ديال التفاح ديال اليوم، كنتمنى البنات تعجبكم. زينتها فقط انا بالزبيب، ولا عندكم مكسرات زينوها به، كتجي رائعه يا البنات. وكنتمنى الى عجباتكم البنات تابوناو وديروا ليا لايك، وان شاء الله المزيد في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. وشكرا لكم.